كمان بدحن عندي شخصيه شتات اللي كله ما كانش بيطلع مني، كان بيبقى في حاجه غريبه قوي. فهو قرر ان هو هيدخل خلاص انتهى بقى. هو اول ما قرب منه حس ان في حاجه بتشده زي كوره او حاجه، بعد كده اول ما دخل راح لقى ان السرعه بتاعته زادت والزمن بطا اختفى. بس اختفى هكلمكم. الكهف ده هو البلاك هول، وحنفي بيمثل اي جسم بيدخل البلاك هول. البلاك هول اولا يعني مثلا ايه بلاك هول؟ بلاك هول يعني او مثلا لما نجم بينفجر بعد ملايين ملايين من السنين بيتحول لبلاك هول. البلاك هول يعتبر اقوى قوه جذب في الكون كله، واكبر قوه عموما، يعني محدش لسه عارف. هي حاجه مستيريس جدا محدش عارف. طيب هو اول ما وصل قلنا ان هو سرعته بتزيد و الزمن بيحس ان هو بيطلع. طيب هيحصل له ايه؟ هيفضل كده لحد ما يوصل للقاع بتاع البلاك هول. بعد كده اول ما يوصل للقاع هيتحول لموزايك وهيختفي، وهيفضل بقى في البلاك قاع بتاع البلاك هول ده لحد ما هو هيأسسه وهيكبره اكتر. طيب واضح ان البلاك هول ده حاجه جديده. طيب هو هيحصل ايه لو البلاك هول ده قرب من كوكب الارض بتاعنا؟ طب هو مش بلاك هول ده نجم؟ هيحصل ايه لو هو قرب من نجم تاني؟ اولا لو بلاك هول قرب من كوكب الارض، كوكب الارض هيلف حواليه بالظبط كانه الشمس. الجرافيتي ما بينهم كده كانه اوربت اراوند الشمس بالظبط، هيلف حواليه بس ساعتها احنا هنكمل بدل ما احنا ثانيا ان هو لو بلاك هول كان قريب منه نجم قريب من بلاك هول، فهو ده مثلا ايه؟ النجوم عموما بتنفجر عشان تطلع الجزء، فهي النجوم دي بتطلع غازات. فهو مثلا نعتبر ده الغاز طلع من النجم ده، الغاز ده هيقعد يشد الجرافيتي بتاعت البلاك هول، هتقعد تشده جامد لحد ما يقرب منه، وجزيئاته وهو بيتشد الجزيئات بتاعت الجسم ده هتقعد تعمل فريكشن جامد جدا، احتكاك لحد ما تطلع ضوء. طب تفتكروا هتطلع ضوء بقوته ايه؟ مثلا الضوء العادي بتاعنا مثلا الترا فايولت انفراريد هتطلع اكس راي جامد جدا، وساعات بتطلع راديشن. في الاخر هيدخل جوه وهيكتفي زي بقيه الحاجه، اوعى تقرب من البلاك هول عشان ما يبقاش مصيرك زي